ان اللعيبه لسه لم تصرف باقي مستحقاتها، ومرتضى وعدهم بالصرف الخميس باذن الله، الفلوس تخش حساباتهم، ومرتضى خزنته انتعشت مش بال 25 مليون جنيه بتوع البنك الاهلي وبنك مصر اللي قبل مباراه الترجي بس، لا دخل له 5 مليون جنيه من اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه هديه، قال له دلع نفسك يا مرتضى وحل الازمات اللي عندك، ومش مهم الموظفين يا مرتضى، المهم اللعيبه. لما بيحصل انتصارات يا مرتضى الدنيا كلها بتفرح وبتنتعش وبتحلو، وبالتالي محدش بيفكر لا في موظفين ولا في اكل عيش ولا في قطع عيش ولا في فصل عمال ولا اي حاجه خالص. ويا مصطفى يا مرتضى لو اتزنقت انا قابلك في وزاره الشباب والرياضه 26 يوليو، اتصل بيا ابعت لك كل الهيئات الشرطيه والامنيه عندك يقبضوا على العيال الموظفين الغلابه اللي بتفصلوا عشان قالوا مرتباتنا فين، اللي بتفصلوا وهم بقالهم سنين طويله شغالين في نادي الزمالك، اللي بيتفصلوا لمجرد قالوا فين المرتب ده احنا دخلنا الشهر الثالث وما قبضناش. فبالتالي ازاي انت تطلب مرتبك؟ ازاي تطلب مرتبك؟ صعب انك تطلب مرتبك، حرام عليك تطلب مرتبك. تطلب مرتبك من مرتضى ده تشتغل عنده بلاش يا راجل، هو ده المنطق بتاع اشرف صبحي ومنطق مرتضى، ان لا الناس تموت بس ما حدش يقول فين المرتب. عندنا فرقه كوره يا اولاد، نخلي بالنا من فرقه الكوره وطز فيكم، انتوا عندكم عيال في مدارس، عندكم ايجار شقق، عندكم مصروف التزامات شهريه، ضحوا من اجل نادي الزمالك، ده منطق اشرف صبحي. فبالتالي اداله 5 مليون جنيه كمان، قال له خد يا مرتضى 5 مليون شبرق نفس. طيب سؤالي بقى لاشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، يا اشرف المفترض مش تدعم بس مرتضى، انت بتدعم مرتضى عشان مرتضى حبيبك، حبيبك، ما انت كنت مدير العلاقات العامه وهو كان موجود، وانت وزير فوق الراس، كوزير فوق كل الوزراء فوق راسك، مفيش حد مش فوق راسك. لكن السؤال انت هنا دعمت مرتضى بخمسة مليون، طب ليه ما بتدعمش باقي الانديه؟ طب مرتضى فصل الموظفين بتكافئه على انه فصل الموظفين؟ بتدلعه وتهشتكه عشان فصل الموظفين؟ طب ده يرضي ربنا يا اشرف؟ يعني كده الكلام ده ينفع؟ يعني الموظفين غلابه لحد امبارح بيروحوا عند النادي وبيتضربوا والامن بيجي يفرقوا. طب اليس فيكم رجل رشيد؟ عمال غلابه وموظفين غلابه ما قبضوش يتبهدلوا؟ طب بتديله الخمسة مليون جنيه ليه؟ طب وما بتديش للناس التانية الملايين ليه؟ هل في ناس تاخد ملايين وناس تتضرب بالجزم وتتفصل وتروح؟ حرام، ما يرضي ربنا والله، والله ما يرضيش ربنا. وبعدين طالما اديت لنادي الزمالك 5 مليون، ادي الاهلي 5 مليون، اسماعيلي 5 مليون، المصري، الاتحاد، كل دي كل الفرق، اشمعنى تدي بس لمرتضى؟ مرتضى جامد على الكل. انا معاك يا اشرف، مرتضى جامد، مرتضى بيعمل اللي هو عاوزه، ومرتضى مسيطر وعنده اللي بيحموه. ده غلط في مجلس القضاء الاعلى ما حدش عمل له حاجه، غلط في سيدات مصر ما حدش عمل له حاجه، اخطا في 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 الدنيا بحالها ما حدش بيعمل له حاجه، كل يوم والتاني يسيء الى اجهزه عظيمه والى شخصيات محترمه والناس ما بتعملوش حاجه. فانت من حقك تخاف يا اشرف، لكن انت اديته 5 مليون، ادي الباقي، ادي الباقي، ادي الاهلي، ادي الزمالك، ادي الاسماعيلي، ادي الاتحاد، ادي المصري، ادي المقصه، ادي اسوان اللي بيعاني مع كابتن مجدي عباطي وادارته على ان هو يستمر في الحياه بس. دي الفرق اللي تستحق الدعم، اسوان، اسوان يستحق الدعم، نادي يمثل الصعيد كله يستحق الدعم. مش هدي لمرتضى عشان خايف من لسانه، من لسانه، فاديله هو 5 مليون. فبالتالي ده موضوع يزعل يزعل يزعل، واللي زعل اكتر عدم تدخل الوزير لانقاذ الموظفين الغلابه اللي تم فصلهم وتشريدهم، واللي قاعد اتخفض راتبه 1000 جنيه. والله ما يرضي ربنا، والله ما يرضي ربنا، والله ما يرضي ربنا، والله ما يرضي ربنا، ما يرضاش ربنا ابدا، ما يرضاش ربنا ابدا ان العمال الغلابه يتم التنكيل بيهم والاساءه اليهم، والناس الثانيه اللي ليها لسان والناس بتخاف من لسانها.
يتم تدليله، يتم تدليله ودلعه. واحد بيقول لي ايه اخبار كريم العراقي؟ كريم العراقي ظهير ايمن النادي المصري مطلوب في نادي الزمالك، مطلوب في نادي الزمالك وفقا لتاكيدات وكيله كابتن تامر النحاس، والنادي الاهلي عايزه بس مش عايزه مباشره، عايزه عبر كوبري في اوروبا، عبر كوبري في اوروبا، ولسه الدنيا ما وضحتش في هذا الامر.